ابتداء اولا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام علمنا دعاء جميل جدا، ربنا هيسر له امره ويسدد لدينه، اللي هو اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وحرامك. واغننا بفضلك عمن سواك. دائما لما ننظر للدعوات القرانيه نلاقيها بصيغه الجمع، زي اهدنا، انا واقف اصلي لوحدي بقولش اهدني الصراط المستقيم، بقول اهدنا. ليه؟ لانه التعميم في الدعاء خير. أحرى للقبول. يعني أنا لما أقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالدي. وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات، ربنا يعطيني بكل مسلم حسنة. الله. وبعدين يبقى فيه ملائكة بتشهد هذا الدعاء، فقل يا رب اكرم الناس، الملائكة ولك ويكرمك أنت كمان. يا رب اعطي الناس وارزق الناس. فلما أقول اهدنا ده أحرى للقبول. تمام. عشان كده ما قلتش اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، دايما دعائنا يبقى بصيغة الايه؟ الجمع. فده رقم واحد. رقم اتنين، هو بيعمل حاجة طب وسبحان ربنا الأعلى ولا سبحان ربي الأعلى؟ سبحان ربي الأعلى، ده تسبيح، ده تسبيح. إنما في الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي وفي الآخرة الآخرة حسنة حسنة وقنا وقنا عذاب عذاب النار، النار. تمام ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. صحيح. المشاكل الشخصية بيبقى ليها دعوات شخصية، تمام. زي يا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هو بيتكلم عن نفسه بقى في مشكلة تخصه هو. تمام.